غادي مع الوقت شي دراسة شي تشجيع بالنسبة لدوك اللي كيمشيو يبركو في القهوة قبل الماتش بربعة السوايع وولاد القحاب الماتش راه تأجج النوض التفاعل اللي عندي اي انفلونسر كيشوفو كيقول اي 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 انفلونسر كيشوف التفاعل اللي عندي كيقول دخلتي على البنات قالوا اي اي تبني جميع شكون مليت فين كنتشوف مهم شوف دراري اول حاجة غنتبعها هي داك الدري اللي شتو محسن اللحية في ستريم ديال الولادة راه ماشي انا الشبيه ديالي وزرعتو ليكم هذاك وقت الشيء احنا ضاحكين بلا من جدودة ولا بلا والو قلت لكم هذاك غير الشبيه ديالي وجربته اليوم والحمد لله صدقت بنادم ما ردش ليه البال دخل قريت الكومونتيرات ديال ستريم بنادم ما ردش البال وراه غنخليكم معاه ضحككم داك ستريم ديال قويله الدراري ضحككم نخلي لكم الشبيه ديالي انا راه باقي عندي لحيتي راه الشبيه هذاك هو اللي كيبان لي غيقضي غرض وانا نمشي اخويا بحال المعزه بحال باجيو نمشي اخويا نعيش حياتي ونبعد من هادشي ديال الضل بغي نخرج من الضل والله هذا مولا كيجي عندك في الليل بغي يتصور بنادم كيجي عندك الصباح انت باقي نعسك تفيق حتى الخمسة هو جاي عندك بغي يتصور معاك الصباح في القهوة كيعرفوكم مولاي القهوة كيتخلصوا من عندك اذا حنا علاش دايرين هاد القلاوي حنا هاد العجاج هادي علاش دايرين لكننا ما دبروش راسنا بهادشي ديما عندي دابا تاع طونوبيل اصاحبي بيرمي مطر ليا واتصالات ديال المغرب كيتسالوني ثلاثة شهور وقطعت معاهم ومشيت الانوي كيتشالوني تاهما ثلاثة شهور يلا يخرج هاد 50 عام اللي باقا بخير الله يخرج كيجيكم الدراري ولا كتو كتعرفوني دابا اش بان لكم نغبر بغيت مني غبر والله ثاني غبر بالله من دابا مبقيتوش تشوفوني شي غبره مقبوطه خايف بحال هكا بنادم يبقى فيه الحال بقى يقول لك هذا فين مشى هذا فين مشى نشوفو كي ندير والله ينصر سيدنا باش ما نبالغوش باش ما نبالغوش الله ينصر سيدنا مابقاوش تهضرو ليا الدراري في هادشي ديال الملك والملكة انا مبقيتش غنجبدو انا لا كان الحب ديالي لسيدنا كيدير واحد قال لي واحد البوليسي قال لي راه غتقدو ولا تدخل الحبس قلت لي علاش علاش الشاف هي هاد الشرطي لا حقا ما كان الشرطي الممر قلت لي هي هاد الشرطي قلت لي علاش قال لي واش كتضحك في داكشي قال لي رشفت ولدي قال لي قلت لي لا خويا قلت لي انا ما كنضحكش في داكشي قلت لي بسيدنا كندوي عليه من نيتي قال لي راه وقع الدور اللي تمشي للحبس وبدا يضحك ومشى المره الجايه بقى يضحك معاك المره الجايه بقى يموتك وغيدي اذا مبقيتش غندوي في هادشي ديال المعني كون عزيز عليا سيدنا والله ينصرو البارح بوصيت التصويره ديالو اذا نبقى بعيد الدراري على هادشي باش من خليوش العديان عدياني كالمي فو فهمتي باش ما نخليوش اخويا ولاد القحاب باش بالاحرى ما نقولوش ليهم عديان باش ما نخليوش ولاد القحاب فين يتبوردو مني تشد انا يبداو يدويو تا كنتشد علاش كيدويو كل شي نهار تشديت انا في الزنزانه ديالي 18 بوحدو كل شي كيدوي وها ها ما اليوم ما غيت معجنش ها اخيرا غيسحق ها وما معرفوش انا قلت للدار جيبوا لي كبوط بصيفط البلاط قلت للدار جيبوا لي كبوط ومرضات الوالدين والخير اللي كندير كبوط لبسو خشيت يدي في جيوب لقيت خمسه البربوقات تمعجنت ومعجنت معايا واحد الراجل كبير غارق كريديات جايبه مرتو على النفاقه وعندو سويرسي ديال النفاقه قديمه حتى المعجون وين صار عارف بدي يخرج برا ادوا مع القاضي مزيان حكم شي الحبس راه بالعاني الدري راه كنضحك والله ما لقيت حتى حاجه دوزنا داك المؤبد ديال 48 ساعه راه مؤبد اليومين الله يتكو فيك يعرفوني الدري سمعتوا وهذاك راه مؤبد الدراري ديال يومين تحكمت فيه بالمؤبد يومين تأبدت فيها مدوزتها اش درتو الدراري تمو داك اليومين اللي تشديت في الليل نعسو ياك ومخليه لي بلا ولات مشاو دافعوا عليا اش درتو الدراري في هذوك اليومين مثلا كنت ديك اليومين مدوزت فيها 48 انا ولا ندير لايف قدام الدار صافي الدار ولاو كيتفرجوا فيه
وليت انا داير لايف ها تما جيت كنسمع في التلفازه كنسمع صوتي وما يهربوش لك وي وي نولي نديرو لايف حداكم نولي وي نولي كوبنهاغن ونطلعك معايا في اللايف ونطلع ادم الاخر خرج كونسيبت على السيطره والله الدار ولاو يتفرجوا فيك يلا دير لي بزائد 18 وبركوتهم فاهمينش كونسيبت مال الطارتنا بوت نيمار شاف ولدو كيلعب كره خلاه يمشي يلعب كره الله يسهل عليه وادو حاضر حاضر من جنيف دو هما حدانا ولدي نعل قوم حضا يضا يجريو علي يجريو علي يوم الدار غدا يشوفو تسكريت حاضر هذا هو ولدي كعس لا لا سكتو ولا تلقاو سكتو سكتو يلا عطيتهم مليون وما ملي كنت كنعطيهم في الملي على صوفيا طالولي واحد النهار دارت فيديو قالت لبواها فاش كنت كنعطيك في الملي ديك تعبة كنزعمل مشيت فايق الوالدة نقولها لا انا ملي كنت كنعطيك في الملي ديك تعبة كنت كنخبط زويتها وهربت اودي الله يخرج الضحك بخير والله الله يدوم الله يدوم بحبك بحال اللي هي كاينه لا لا اسكت اسكت غنجرب عليه تلقى من النفاق استغفر الله دراري سمعوني دابا راه غادي نغبر ان شاء الله لا طول ليا في العمر غنضربو بواحد الغبر غنكمل عظيماتي في واحد الغبر غنغبر شي 3 ايام ولا 4 ايام بقيتوش غتشوفوني مني غنرجع غنرجع لكم بمسابقه جوج كادوات الاولى مسابقه ديال ريسيبتور ديال بين سبور غاتيليكوموندو هذاك بلا شارج ما مشارجيش زائد غيكونوا واحد غنفتح واحد لاجونس ديالي ديال شركه ديال السيكوريتي اي واحد بارك في شي درب ما خدمناش نمشي نعيط عليه خويا تخدم وندلاك يا خويا الشركه ديال السيكوريتي بحال سونتر دانابيك نصب بنادم خدام 80 نعطيني 25 وانا شفار انا غليت فهمتي تعرفوا نبقى عايف بحال هكا ندير هاد الهبل هذا ده هو المشروع اللي فكرت فيه كاين واحد المشروع اخر ديال نشري 3 المواطر ياك سي 50ات وجوج تريبورتورات واللي حك عليا نهز العصابه في الجيطيه سمعتي نشري 3 المواطر ديال سي 50 وندير نمره غلوفو نلوح لكم النمره واي واحد بغي شي بلاصه في المغرب دراري خدامه عندي راه كاينين الخدامة عندي راه كاينين الماطر الماكينة وصل ليا كلوفو الماكلة انت هكا باش تبقى عايش هكا زعما هكا بهادشي ديال الانترنت لا محال شنو انا غنحومو شي واحد سمعتي ما الدولة راه كتسنى فيا غنجي راه جامعي لي فيديوهات يقولك انا قدك كتشمرك ديك الساعة غنصحت مزيان والله الا صغير ليلة يالله معجزة مجدة لي يا خويا تما راه الله يحفظ الله يخلي مني ماشي نشا كنبرد معاهم الله الوطن الملك الشرطة وديك شي ديال تهلاو فيهم ترى عارف انا من قريب غنمشي عندهم ديك الساعة 48 ساعة في هاد الكز ناري يلا قليها ويتقاشر يفزقولك بالكز ميري اشني 48 ساعة في هاد الكز ترى مؤبد عطيو ليا في الكاتراس انا ويعطيني جاب 48 هنا راه الكز وما لا تقليل والزحام ودي الله يخلينا عايشين هكا في الحرية ديالنا الله يخلينا عايشين هكا راه شي 48 في هاد الكز قلاوي والله تخرج بحال الخشق جي تخرج بحال بحال اللي غادي الإعدام الله يحفظه صافي والله يخليه دوم الله يدوم من المحبة مع المخزن حقا الدراري خاصكم تعرفوا بان جديده ولات مدينه سياحيه والفراقي ديال البطول ولاو كيختاروها منتزه
الاول رفقت باش يجيو يبريباريو، جات وجده وغتجي الراجع. وجده جاو على قبلي، اقسم بالله جا النازل وجده الفريق ديالكم. سولوا الدراري، راه سولوا اللعابه، راه كلهم تلاقيت معاهم. سولوا الدراري، راه اناس، راه سولوا عطو شيف، سولوا قادرين، سولوا شاكير داك انوار، قاع الدراري سولوهم، راه قاع صاحبي الكابيتان ديالهم فهمتي ومدرب، جاو على قبلي واختاروا مدينة جديدة على قبلي. والراجل تما مني سمعوا بأن غيروا من وجدة، تما قال لك راه غيجيو. والفتح تاهي ما عادش جاي، ما عندهاش الجمهور فهمتي، هي الفتح تاهي هاد المدينة عطيتها بزاف. والله شتي هاد المدينة عطيتها بزاف، هما بيرمي كونفيونس ما عطاولك، دابا بيرمي كونفيونس ما عطاولك، بغيت هو باغي نهبل على بيرمي كونفيونس. الحلم ديالي هو نشد بيرمي كونفيونس، والو ما كل شيء مسمك، كنمشي طلع العمالة، هبط العمالة، طلع القصر المدني، والو. انا باغي بيرمي كونفيونس، خصوصا دابا وليت باغيه اكثر البيرمي كونفيونس، وليت باغيه اكثر دابا. علاش؟ حنا دابا موافقتني هاد الحياة ديال البردخ ديال الفلوس وكاي اف سي وكاش بيز، هاد الشيء الاخر ما وافقنيش. كنطلب من فوزي القجع باش يعطيوني هنا في جديدة بصفتي لاعب سابق ولعبش كورة وكذا. كنتمنى ناخد بي سي جيمر، كنتمنى ناخد بيرمي كونفيونس ونخدم في شي طاكسي ولي شد بريزيت ونجمع جنون ونبقى ندور نوصل الناس، نحط طريق قحبة فهمتي، وعيش مع الناس، نركب مرة كبيرة ندير السبيطار غتموت. الحلم ديالي نخدم في الطاكسي، الحلم ديالي. شوف المدينة شحال عطيتها، أكثر شهر عمرت فيه جديدة في التاريخ هو الصيف ياك، هو هاد العام تا جا إلياس وعرف ابن هذا. أما الحالة اللي كانت كتعمر شوية، المراكشيين كيجيو كيبقاو ياكلو السردين، السردين ولاد كازا كيجيو وكيرجعو مكيباتوش. كانت السياحة عندنا هابطة، تا جيت أنا علاش بديتو كابو نيكرو، بدات جديدة بوزيد وتجيسكيات وبدات كت أخويا. ولكن دابا كتشوف بيسي جيم هداك معطاونيش، بغيت غير بيرمي كونفيونس مع ديال الكارات الطوبيس، والو غنطلع نضحك بها. ودي اللهم يضرب الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم سالمين يا رب، غفرانك يا رب. غتبقى هنا غتولي مقاولب، والله حتى راه هادشي اللي بان لي غنمشي لميريكان. علاش انت لمشيت لا 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 دابا زعما قدر الله ومشيت للحبس، راه شناهو راه كارثة، كارثة كارثة بجميع المقاييس صافي. غضرب برؤساء دول، رؤساء دول اللي غيمشيو فيها زعما. الا مشيت انا تطاح دابا في الحبس، الا مسطي القلاوي ترى الكاسك ديالي اللي غيبقى في البيت ومانيطا والسطال ديال المعجون غيبقى، غتبقى في بلاصتي بحال الزفزاف. انا ما خصنيش نشد، انا الدولة انا ما كتلعبش. الله يخطر الله ينصر سيدنا ناصر، الحمد لله على البلاد والحمد لله على الدولة طحنا فيها صافي وجينا فيها الجينيراسيون ديال سيدنا ناصر، الحمد لله. ما يظلموك صح، ملي كيعرفوا راك ناس علاش كيعطيوك، اما ملي كيعرفوك غبوه اللي غادي تلعب باغي غضحك ما عارف هوال واش كاين. انا مكري ما عارف الزيت شحال داير دابا، راه كيمشي الاول اللي تقدح تسناني ندوي لك على الزيت. انا مكري ما عارف الحمص، عارف واحد ديك ناس صوت المجون بالحمص وصوت العطار قلت ليه شحال، قال لي 19 قلت لي زادو فيا انا بغيت نضحك، قال لي اه قلت لي شحال 19 صافي بغيت كنعاودها. الدوله ما واقفش حتى واحد ورايا، انا كنضحك وشكرا بعدا حنت فاهميني وكن عرب لي التكست. عييت صاحبي، مبقاش فيا الجهد، مبقاش فيا الجهد، وليت كنسمع الدولة كنتخلع يا الياس كي كنتي مبغيش نشد. هاديك 48 دوزتها خايبة، مرضت فيها 3 ايام، 3 ايام وانا مريض فيها قسما بالله العظيم. تما لداخل دوز 48 دوز من 3 ايام مرض بسخسخ. علاش البوليس الله يكثر خيرهم، واحد المحسن جاب لي واحد طاكوس كبير بيج وصل عندي ميني، والله قال لي انا جايب الطاكوس بيج وصل عندي غير ميني. ضرب كلا منه البوليس، واحد البوليس يضرب النص، اش تقول لي انت غير مشجون، انت غير مشجون يا ولد عربك. وصل لي غير ميني، يعني شي بوليس غير يسحب عليه هو افجيتي افجيتي راه شي كيوصل. استحبه
نعرف شي وحدين دويت عليهم كنت خمس وصلت ليهم وواصلت ليهم. الله يحفظ اخويا. دراري شو لكم في المنتخب؟ انا بالي غيديوه والله تبع لي غيديوه غيديوه واحد الزب سبليوني ماشي بالي غيديوه ان شاء الله انا المونديال غيديوه ان شاء الله. علاش انت عندنا منتخب زوين فوجو عندنا دراري باغيين يخدمو عندنا نصيري حاليا احسن افاسونتر في النسخه ديال المونديال اقسم بالله لا من ناحيه شحال جرى في الملعب لا من ناحيه جوج بيوت لي ماركا في النسخه السابقه وهذه النسخه في النسخه ديال 2021 ماركا وفي النسخه ديال 22 ماركا. الحارس المرمى بونو عندنا جول زوين واخا كيدوخ مرمى كيدوخ. ناخذ لكم لعاب لعابنا نوصل مزراوي بطيء ماشي بطيء في السرعه بطيء في التفكير ديالك بطيء في اتخاذ القرارات انت بطيء في اتخاذ القرارات انت كويري ما خاصكش تريني الحديد مشيتي للبايرن بقاو كيتريني فوق بك الحديد حتى تشكلف الشيء اللي خرج على حكيمي القلب مع المنتخب والعقل مع مبابي هذا الشيء اللي غنقدر نوصف به انا الدري اشرف حكيمي القلب مع المنتخب والعقل مع مبابي دري عقلو ماشي هنا دري ما باغيش يلعب مريض مع التفارقه ولا ما بقيت فاهم في والو. حكيمي لعب زوين ولكن كنتمنى صح شويه سمعتي وشوف كيفاش مبابي مركز مع المنتخب ديالو ركز معنا راه بنتي اللي عنده شي مشكل كبير يا تفارق مع مرتو يا راه الدري باقي صغير زيد في 98 اثر عليه هذا الشيء حتى واش كتصاحبو دابا هو كيحس بينا عيب جا شاف القهاوي هو وشاف نا حكيمي العقل ديالو مشتت غيكون فارغ مع مرتو عقل ورا المونديال 3 ايام غادي الدور ديال الهضره حكيمي غيتفرق مع مرتو والله تاثرت عليا شكون عندنا نايف اكريد نايف اكريد برافو مغربي فهمتي كان كيلعب في الجيش انا عصب من زي قنيطره كان كيلعب في الفتح ومغربي ولعب في الاكاديميه ديال اسبايا ديال محمد السادس اللي حداه رومانسيس ود شو بنا نكي كلاكسون اخويا سير غتجيك شي خاوي فوق الطنوبيل تا واحد بيبقى يدوز كلاكسون راه ولينا دراري صغار اصاحبي راه سبيد كونترات لي هادي كره فركل كره مشي واحد الفيديوهات من يوتيوب الله يحفظك انا كتاثروا عليا سلبيا وما غنعيش بزاف غديروا لي شي قرم ولا شي حاجه بالفقر هذا ولكن هما معجنين دابا جايين هابطين بخوشين بنادم راه مشخوش تجيك الكلاكسون يا بابا والبوليس هما كيشوفونا من حنا كنقولوا شي كلمه خايبه ما كيشوفش بنادم جاي متهجم عليا ويدير لي اغتيال. حركوا شويه الصقور ديال جديده الصقور الجديدين شويه وليو ضربوا عندي دوره للدار مرحبا بكم اصاحبي مره البوليس دير شي ما فيها باس مارادونا راه كانوا كيديروا لي فاش كان كيكون في بوني ايرس ما فيها باس حتى راه عمل هاد السيد غادي يدور ودير شي مره ضربوا دوره عندي هنا في الدار في الدربه وهنا ما عمرني ما شفنا لكم دوروا اصاحبي شويه الله يحفظكم والله يسهل عليكم ولكن كيبقى يجيني كلاكسوني ليا مالكم ولكن اخويا شريت واحد القا خاوي ديال المناضه والله ما كان باغي نخلعهم غنولي نشير بيه من السطح اي طوموبيل ليزا وغنحبس ما غنبقاش غنهبل غنحبس ما غنبقاش نستري بيه وداكشي غنغبر وغنبقى نشير يبقى فيا قاعده بحال الهبيل غنبقى نشير الطوموبيلات اللي دايزه من تما يقدر يتطور الامراض وما تصاور بحال كتقدر تفرك الفيه بنادم الدراري جديده جايه زوينه النازله زوينه ماما مره مره كيفاش شي دراري كيطلعوا يتقداو البياس من كازا جابوا معاهم ديك الافكار من تما ديك الافكار الصهيونيه فهمتي ديك الافكار الجرثوميه الملوته اللي ما فيهاش بونديف احنا ما عندنا جديده التفكير نازي جديده زوينين صح ما فيهمش لي بيتيز صاحبي وفيه مثل الريوق الريوق ديال السيليسيون ما الجديده ولاو فيها ناس بحال هكا راه غنديروا لها شي وقايه صح مابقاوش طلعوا تقداو صاحبي من كازا راه كاين بياس كيتباع زوينه صح بياس زيطاشي انا راه مشي عند دراري هنا في القيصريه عندو بياس زوينه صح انا ملي كنتغدى ماشي حتى من القيصريه انا كنتغدى من الحمراء يلاه انا في جديده ومن الحمراء كاع من البال مابقاوش طلعوا لكازا صاحبي حنا بحال كوريا الشماليه كلشي نتجوه ندوكي للقرعه
الخص خيز وما نبقاوش نتعاملوا مع شي دول مدينه اخرى. وان شاء الله غنولي رئيس جديد ديال الدفاع الحسني الجديدي. انت تساعد الرئيس هذا البريزيدون اللي كاين دابا هذا البرقوقي هذا المقشعريض هذا خصو يعرف بان دابا راه كيدوي معاك الكبير ديال المدينه الجديده على صغارها. كيدوي معاك الكبير ديال المدينه. سمعني يا الرئيس مقشعريض، راه عندي واحد الخواضري ادم غيكون قاضي غيكون عاد بوكري بغيت تدخلوا ليا. الله يحفظك اودي مقشعريض، لا كان شي ولدك يتفرج فيا ولا شي كذا بغيت ندخل ادم دخلوا يلعب مع السينيور. مع السينيور باغي نجرب فيه واحد استراتيجيه، باغي نجرب فيه واحد الهضره، بغيتو يلعب ليا مع السينيور اخويا مقشعريض؟ لا كان ممكن نازيجي تيسحبوني غير العير وتلعب بغيت تصيفطوني راه دوينا مع السيد خبرنا لا كان يدخل ليا ادم. لا كنضحك معاك. نريما شكولي نريما ماما معلش بها كتحلم نريما ماما كتحلم. سمعتو الدراري نريما ماما كتحلم نريما ماما كتحلم ليا تخوشيت. سمعتو ترى انا واعر دابا الا جاو شي شفارة بغاو يدخلو عليا نيري عاوتاني شندير غنهرب من السطح ديال هنا ديال غنهرب. واش نقولي براسي ديالك ضحكة على جولية قبل ما تجي ما تلقاوني تا غنهرب عندي واحد السطح كنهرب فيه نمشي خوش كنتخلع وكان عندي الدراري صحابي. وزائد راه ان شاء الله جات واحد الشركة جديدة ديال القمر غتزيدو لادون زي القمر غتولي تقمر في لينابيت بنفس الميز اللي كنتي كتلعب وغتزيد تقمر عاوتاني بواحد لاميز اخرى. شوفو غنزيد لكم غلا اسعار فهمتي غنزيد لكم شركة اخرى ديال القمر غتوليو تقمرو فيها. وهاد الفلوس ديال الشركه ديال كود برومو اللي غيجي هذا هاد الفليسات سميتها حمايه الياس. الفلوس غنشري بها جو سيكيريتي غيولي يعسوا لي حتى الدار. نبغي نخرج يخرجوا معايا نبغي ندخلوا معايا. سمعتوا؟ اذا غنزيد عليكم ولاو جبتوا تمشيو تقمروا باش الحمايه ديالي وندير شي جوج يبقاو ندير دري ودريه الدري غنحيي غنطير لي قلوه باش ما يحوش ليا الدري الخدامة عندي فهمتي. واش بقى هي طلع نقول لها طلعي واحد الدري بغي يشفر ليا نقول لها دخلي صافي ونعيش حماية زوين جورج بيستوس. بعض المرات كنسها كنبدا نقولها كنخربق دابا بنادم كيعرفك وشي ناس ولي مضارب مع شي واحد وخا غتحبس هادشي غيبقاو اضرار جانبية من بعد واحد العشرين عام ولكن انا ما غنحبش اما اللي بغينا نحبس في حياتي غير كنبغي نخلعكم نقول لكم باش نطلع التفاعل كنبغي نقول لكم راه غنحبس ما نحبسش غندير نمشي نشفر اش غدير ولفتي هاد العياد ديال ماكدو وكاي اف سي وبيبسي ولفتي هاد الشيء فرماج حمار انا ما كليتو قبلت كنا كناكلو بحال هكا عادي اما دابا راه يلاه ضربت لواحد الماكدو شي قداش باللحم كبير عرفتي بقيت ناكل نقول بو درت الفلوس باش مابقى عندي حتى حل فخر. والدراري باش عرفوا لي ذكي الناس باش يعرفوا بانني ذكي وانا مني كتشوفوني وصلت لهذا الشيء راه دبرت بزاف حوايج راه مدبر الاحوال بزاف الحوايج بحال دابا قبيله ماكدو ياك كل حت ليكم تصويره ديال ماكدو عادي وما طاقيت حتى واحد اشدوا تكتبوا تشكون باقي كيصور ماكدو تشكون نيري عروي هروي انا اش درت ليكم لحت تصويره وطاقيت كاي اف سي نتوما داتكم هذيك اللعيبه ديال تشوف كياكل ماكدو وطاقا كاي اف سي مسخوف معجن ما دويتوش على هروي شكون باقي كيصور فهمتي. وبدوزت لكم من التحت راني كناكل ماكدو القحبه يماكم لا تسحبوا حنا داري باغا هكاك واش فهمتوا الفيلم بكي بكي عرفتي واحد الذكاء بعض المرات الله يعطيني سيداتي بزاف. واحد الطبيب عرفتي اش قال لي راه ماده ما انتحر دوز عنده جوج حصات الثانية انتحر فهمني انا كيفاش كنفكر وتا هو فهم ديك الفكرة ديال ديك الفكرة ديالي اللي خرج ديال لمتي بايبل الحياة فهمها ومبتسمش مبقاش كيبتسم من تم جيت عندو الحصة الثالثة خرجت عندي السكرتيرة اللي لابسة الزرق قالت لي راه مات انتحر في الشومبر ديالو تما نيت في البيرو. علاش كان قال لي الياس انا خايف من حاجة وحدة عليك
قلت لي اما يا دكتور؟ قلت لي زيد. هو يقول لي هي في سن 30 غادي تمرض بالزهايمر. قلت لي علاش يا دكتور؟ قال لي مخك كيخدم بزاف. قال لي مثلا انت في عود الاحتمال كتحط 7. وبصح ما حسيتش بمخي ولا مخي خدم بزاف. الله يحفظني شي كتعرفي فاش كننعس. يلا فاش كيديني نعاس كنت نسمع كيبغي يسكت تعرفو كنعاس واعر انا. تي دابا كون كان عندي شي موطور والله تندي ماري ونخرج نبقى ندور نمشي حدا القلعة فهمتي نمشي حدا المويلحة وحتى نمشي حتى للغربانة مالي نمشي حتى نمشي انا حدا العادر ونبدا نغوش على الحباسة لا نمشي للمويلحة واه نمشي لحي المطار نلقى شي قحبة خارجة ضربت مع صاحبه خارجة سمعتو نمشي للملاح عمك غندخل للملاح لداخل حدا البرج وغندندور نمشي للقلعة دوك التروبة الطيقين ندخل السوق انا ولي مكليسي بموطور شي مطيشة ولا شي حاجة بلاتي بلاتي نمشي حدا تيران الدفاع والله حتى غنمشي للموطور نمشي حدا تيران الدفاع وغنمشي للغزوان غنمشي للبحارة لا لا البحارة اللي ما عطاوهاش سمعتو غنمشي مول عبد الله عرفتي مقندور بلاتي تناخد مول وشي صباح هاد الفيقو غتسمعوني درت بيك سيدة راسي تفرتشك سمعتي اي والله فينا راه الفيقو الصباح تقراو شو التيفي ويبداو يضحكوا الناس وعرفتي ذوك العميقين ما قدو يبداو يقولوا ها مات ها ها باي باي الحياة ولا تلقى شي اللي قلت لك بنادم يخلي الرحمة ويخلي كذا وانا يبداو يطلع عيني عليا البراج شي علاش ما بغيش نموت انا ولا مت غنحس براسي ظلمت حيت باقي خاصني نعطي بزاف كي باقي خاصني نعطي بزاف د الحوايج والحمد لله والله راه عالم على اللي في القلوب ديالي كيشوفني كيفاش كنصدق كيفاش كنمهور فهمتي بحال شي رئيس حزب في الانتخابات مهور لاباس نتا الله في الناس كاع هذا ماشي ليه موطور مونيتار عطيتهم مليون ناسي ما نعطي 5000 درهم وفهمتي كنعطي للناس باغي نعيش انا راه وكان راه ساديو ماني فهمتي انا ساديو ماني انا البوهالي والله الا واحد خونا دابا كندير لي اشاره د اليامات جا عندي قبيله قلت لي لا جوند عندي عامره اشاره ب 3000 درهم قلت لي لا جوند عامره شي انا نكون غادي معاك بالزنقه نقول لك بلاتي بلاتي عندي واحد الغاره نمشي للدار نغسلها رجلين ولكن ما تشوفنيش انت بانني انا راه عديم الشخصيه 3000 درهم قلت لي خويا لا جوند عامره مع كاس العالم دابا وهذا قطع قطع قلت لي خنقيد واحد الكوسطه ما مسوق وهادي راه غنكبر في عينو والمره الجايه غنقول لا راه وليت كندير 5000 نقول لي راه لا جوند عامر كنخدم بواحد البروفيسيوناليتي هو واحد انا بوحدي فيا ستاف اصلا مثلا المسابقه ديال دوب 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 ماروك 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 بردوس ماروكا وورز هاد ماروكا وورز هادي اللي كيديروها هاد البالون دور ديال الانترنيت المغربي تفرجوا كي غندير لهم غنديها والله جا غنديها الله يعطيني شي كسيده باغي نزق لهاد اللقب انا حيت انا بحال ليونيل ميسي كاس العالم عرفتي ديك السيمانه ديال التصويت غنعيش بحال ميسي شوف يمشي غنولي كل ليله ندير لكم لايف على ليونيل ميسي وكاس العالم ولاعب نفس وبغي ندي فهمتي ندي التصريحات ما فهمتونيش غادي نعيش هاد افوردوس ونيري ونهار غيعطي بالمسابقة غادي نكون طالع في السكايب مع الدري السكرتيرة حيت ما مشيش انا ناخد المسابقة غنصيف للدري السكرتيرة نكون طالع معاها في السكايب وغتقول لي يا اسمالكي وغتطلع هي غتاخد ديك الساعة غتبدا الاحتفالات فهمتي غنهدي لقب جديد وكلاكسونات بحال المنتخب الناس يتفرجوا في قهوة عفوا كلاكسونات والدريات كيزغرتو وان شاء الله هادشي اللي غندير اللقب انا جديدة مدينة لا تنام مدينة جديدة كلشي غيبقى فايقة ان شاء الله فنهضركم الدراري كيجيشكم غدي عمري بديت شي لقب انا اول لقب غدي ان شاء الله والله ما غنسقي لعب الله وغنمشي هذيك الليلة اللي غندافع غنعش في الدار غنعش في لوطيل باش نصور نصور لك الكاس نصور الكاس في ناموسية بيضة فهمتي غنمشي اخويا غنكون سهران انا وشي درية نكون سهران انا ويا في مازاكان
وغادي ديك اللقاف غادي نصور في ناموسية بوحدو زعما على الناس ياك نمشي. وما شحال كيعطيو في هاد المسابقة؟ شي 5000 درهم. لوك ما طرا الزباب بحال اللي جات هما 1000 درهم الواحد. بصح خيط افتح خيط دبي هما ربعة غيكون شي واحد في تخفيم، واحد الخامس ما بقاش كيبان ليه غيكونوا فتخوه ياك داك الدري الخامس المغوبش التشويمي ما بقاش كيبان ليه مع ما طريك. اما بصح خيط غادي نخين زين بريحة ماكلة الزوافرية تما. انا ابغى ويدي انا ما كاينش خاصو يسير، كاين خاصو يدي فاروق.